الأجمل أن تفرح طفلا في بداية عمره ولتعرفه على مختصر للحياة الجميل. محطات متنوعة من قبل رابطة الأكاديميين في الحارة شيق للأطفال، ويتليه عرض من قبل مدرسة المستقبل الابتدائية بعنوان بدنا نعمرها جلجولية حلوة يا بلدي، ويتليه عرض فقاعات الصابون والذي يشمل مسابقات للأطفال وورشات فقاعات الصابون بمشاركة الجمهور وعرض الشلال والعاصفة وتصوير الأطفال بداخل فقاعات الصابون. لعلهم يتفكرون عنوان شيق ومحاضرة تتليها شيقة يقدمها لنا الدكتور محمود خطيب، وتتطرق لأساليب الإقناع والتأشير في القرآن الكريم في الخيمة الساعة 10:00. أما الآن نقدم عرض للمدرسة المستقبل الابتدائية بعنوان بدنا نعمرها بلدنا الحلو جلجولي.
حلو يا دلدولة، رغم كل النجاح الكبير اللي وصلته، بس حنيني لبلدي أقوى وأكبر. آخ يا دلدولة آخ. عد إلي، عد إلي ولحضن أمك استكين، عد لتلك الرابية وذلك البئر العوني الذي شهد كتابة العهود، وخان العزة الذي أعلن الهدنة مع لوعتك. عد لبلدك جلجوليا، بلد السنبلة، بلد القمح، بلد القمح المعطر بعرق الأجداد. آه وألف آه، عد وعشق الوادي وقبل المآذن، عد عند المسجد وعتبة الدكان العزني وطرقات الحي القديم. عد إلي جلجوليا، عد إلي جلجوليا. خلص يما، خلص يابا، أنا قررت بدي أرجع. راجع يا بلدي، راجع راجع، عمر البيوت وأبني الشوارع. راجع يا بلدي، راجع. ما لكتيش غير صحفات الطبخ، فنفطرنا صار سحورنا، أكلنا هوا.
جلجولي هيلا هيلا Thank you.
على عروضهم الشيقة.